يعني الراحه ما عنديش النمره ديالي اعطيني النمره. مزيان الحمد لله، ساعدوا معايا اطباء ساعدوا معايا مزيان ودزت مزيان الحمد لله، واخا كانت صعيبه شويه بالحق الحمد لله. مشكور. وكيفاش تعاملوا معاك هنا في المستشفى؟ تعاملوا معايا مزيان الله يرحمني، الوالدين كثر خيرهم، ما قصروش من الجهه ديالهم الله يرحمني الوالدين. كيفاش الشعور ديالكم انتم كحمد لله من بعد سنه؟ الشعور مزيان ما كيتوصفش الحمد لله. يعني الله سبحانه وتعالى عوضكم في النهار اللي كيفاش كتشوف هذا النهار هذا اللي عوضكم الله في نفس النهار اللي وقعت الواقعه ديال الرحيم؟ سبحان الله ربي حبيبي معجزه من عند الله. كنحس بواحد الشعور يعني واحد الفرحه مزيان والحمد لله يعني ربي عوضني برايان الله يرحمه. راين كان بعد ويتم ولكن عاود ربي عوضني بهذا الجاين هذا الحمد لله. كيف تم الاستقبال ديالك من طرف المكونات ديال المستشفى الاقليمي صنيعة الرمح؟ المستشفى راه يعني عاملوني مزيان وتهلاو فيا رحبوا بيا فهمتي، استقبال لا في الباب ولا هنا الداخل، كلشي تعامل معايا الله يجازيهم بخير. كنقول لهم الله يجازيكم بخير يعني على التضامن اللي ضامنوا معايا والله الحمد لله ربي فرحنا حنايا وفرحنا الشعب المغربي كامل فرح في هذا النهار هذا الحمد لله على كل شيء. كنقول لهم الله يجازيكم بخير والله ينصر سيدنا الأسرة العلوية كاملة والسلطة والدار كلشي يعني الناس يتضامنوا معنا كاملين في ديك المرحلة وفي المرحلة هذيا في الحزن وفي الفرح. يقدر يكون شي اسم اخر في حساجيت في محمد في المهم اذا شي اسم اخر مغير رايان يعني رايان كان واحد ما قدرش يرجع رايان مات الله يرحمه.